ورجعت دقات مربع بيهرب بالجنان شايف مصر قدامه أكتر كلمة مرئية على اسم مصر مصر. مطروحة جايبة 97% والأول على القطاع التجاري في بورسعيد وست مدن وإن شاء الله سيادة معالي الدكتور رئيس الجامعة بضلها إنها تعمل الكشف الطبي تخش كلية التجارة إن شاء الله إن شاء الله تبقى معانا في منتخب جامعة بورسعيد في المسرح الجنائي نسقف لها وأستقبلكم. على اسم مصر الكريم إذا تقوم مساء أنا مصر عندي أحد أجمل الأشياء بحبها وهي مالكة الأرض سقف وأرض بحبها وهي منية جريحة حرب بحبها بعمق وجرأة وعرض استحياء وتبقى وقفة خضار بتبقى ليا الظل بالكتف اللي جنبها في الفرد والنظر يطلع روحي من قلب لغمة وضل مصر النسيم بالليالي وبيعين الكل وملاية دهتانة على القهوة أخرها وأكل مصر السمك من ذوقي وعصافير معدية والجد قاعد مربى بيهرب بالجنان شايف مصر قدامه أكثر كلمة مرئية على اسم مصر مصر مصر. موهبة شعرية أخرى لفريق أبطال التحدي الشاعرة والفنانة بسن هتقول قصيدة عن فلسطين. بسن كده كل الكلام وهي معايا وهي في الثالثة إعدادي وبطلة كبيرة جدا وهي يعني ظروفها انها تخش الكلية وتكمل انا بجد ربنا يكرمها وبحييها ويا رب يا رب يا رب اي حد يقف معاها يقف مع الولاد اللي شبهها كده يا ربنا يكرمها يا رب فداوي. القدس عروس الاحلام ومدينة ارض الفكان قدما سنحررها قدس يا ارض الاطراء اني اديك بجنائك أقصانا كلها من الأولى أحرقها حقد الأعداء القدس تنادي يا عمر الأقصى داهمها الخطر والغاصب دلت حرمته وحماية القتل أو قتل أديرة بيها القيامة زيتون الخلاف من حمامة إنجيل القرآن يحرم مشاعر مجد وكرامة وأسود تزأر قائلة الويل لجيش المحتل وأسود تزأر قائلة الويل لجيش المحتل. شكرا.